فيروي الامام مالك الله يرحمه بالموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ايضا يروي البخاري ومسلم، وقلنا ان الامام مالك الله يرحمه توفي سنه 179 هجري، فيروي الامام مالك الله يرحمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. يقولون علماء الحديث ابو عمر انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف بهذا التركيب فذلك يدل على ايش؟ على عظم الحدث اللي بعد انتبه إليه. والذي نفسي بيده، طبعا نفسي روحي، علماء البلاغه يقولون والذي يعني ايش ذاتي بيده، فهذا مجاز مرسل علاقته ايش؟ علاقته الجزئيه، ذكر الجزء واريد من؟ كل الذات كلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل، الحديث الشهير اللي كنتم نعرفه. فاني وقفت عند حيثيه عند مساله انه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السر؟ ليش قال لوددت؟ ليش ما قال مثلا احببت؟ ليش ما قال مثلا اردت رغبت املت ها ارجو؟ مو قال شو اسمه، قال الصحابي بالبردة آمل وأرجو أن تدنو مودتها وما خال لدينا من يوم تنويله، قال آمل وأرجو وأرجو آمل، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت ما قال آمل وأرجو. فيقولون علماء اللغة المعجمة تقولون أصل الود هو الحب والصداقة، هذا أصل إيش؟ أصل الود، بل يعني من حيث اللغة. ثم استعير للتمني، يعني أصل إيش؟ أصل هو الحب. تقول وددت فلانا اي احببته، ها يقولون ثم استعير للتمني، ها يعني صار تمني. يقولون ولا يكون الود الا في الخير، عندما تقول وددت ان افعل كذا يشترط ايش؟ ان هذا الفعل يكون في الخير، يعني بينهم موده ورحمه، ها يعني ما يصير عند اهل المعاجم ما يصير تقول وددت ان اسرق كذا، لا ما يتوافق، لا كذا لا يتوافق، نعم وددت ان اشرب لا ما يصير، هذا غلط من حيث اللغه. نعم الود لا يكون الا ايش؟ الا في الخير، لا في الخير والحب، ها والحب، لان اصله هو الحب. نعم احسنت. تقول مثلا في اذا واحد راد يسوي فد شغله يقول مثلا رغبت ان ايش؟ ان اقتل فلان مثلا، رغبت مثلا اشرب الخمر، اذا الود لا يكون الا ايش؟ الا في الخير. فلا يقال ود فلان قتل خالد، بل اتمنى او اريد او كذا. لذلك ماذا قال تعالى؟ قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما قال رغبوا، ودوا ليش؟ لان هم هذا الود محبوب عندهم، نعم الحب محبوب، قال ودوا لو تدهن ايش؟ فيدهنون. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، ما قال لا يود ولا لا يرغب، ولا لا يرغب، قال لا يتمنين. ليش؟ لأن الود هو الحب، ها فتمني الموت رغبة الموت هذا إيش يعني؟ قد لا يكون فيه محبة، ها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين، ما قال إيش، ما قال لا تيجي ف... فالقصد الود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لوددت أن أقاتل في سبيل الله، يعني هذا في هذا في الخير، هذا في الخير. نهاية سورة مريم الذين سيجعل لهم الرحمن ودا محبة، ها محبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقاتل في سبيل الله، ها أقتل أو قاتل، أقاتل لا لوددت أني أقاتل، هذا في الموطأ اللي لو وددت اني اقاتل. حتى انا قلت للطلاب قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو وددت ان اقاتل، قال وددت لو وددت اني بالتاكيد، اني نعم هاي انه بالتوكيد، لو وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، ابو عمر ثم احيا ها فاقتل ثم فالفاء ثم، طبعا الترتيب يقولون للترتيب الرتبي، يعني عندنا ترتيب، ها جاء زيدون ثم خالدون، هذا ترتيب تتابع يعني للتراخي، لكن عندنا الترتيب الرتبي. شنو الترتيب الرتبي؟ مثلا نقول جاء خالد ثم عالم المدينة، يعني ايش؟ جاء خالد واعظم منه عالم المدينة،
يعني ايش؟ ان ما بعده افضل مما قبله، يسموه الترتيب ايش؟ الرتبي. وماذا قال علماء الحديث؟ قال هنا ثم بعمر للترتيب الرتبي. لو وددت اني اقاتل في سبيل الله ها فاقتل ثم احيا فاقتل. يعني قالوا ايش؟ ان الاحياء والقتل الثاني هو المقصود، هو الاعظم من ايش؟ القتال في سبيل الله من الاول. هذا صفات لطيفة، الترتيب الرتبي. يعني هذا غير يعني ثم هذا غير يعني الترتيب الاعتيادي، جاء زيد ثم خالد، هذا للترتيب الاعتيادي. لكن الترتيب الرتبي هو ايش؟ على معنى واعظم منه كذا، جاء زيد ثم عالم المدينة، اي واعظم منه من؟ عالم المدينة. فهذا من يعني معاني ثم الدقيقة اللي يعني ذكروها علماء معاني النحو رحمهم الله. قلنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. جزيك خير، بارك الله فيك، فعل الله بك. الشعر ونقد الشعر حقيقة عطر المجالس ها، ويذهب السآمة ها، وينشر الفرح. الشعر نعم هكذا حصل يعني مع كون الشعر طبعا هو دليل الدليل كحضوره دليل يعني وهو مفسر القرآن حقيقة. ابن عباس رضي الله عندما سألوه نافع بن الأزرق ما قولك في قوله تعالى قسورة فرت من قسورة، قال هو الأسد. قالوا كيف عرف؟ قال أم تسمع قول فلان، ويذكرون بالاسماء ابن عباس بلي. قول مثلا لبيد، قول الأعشى، فيفسر القرآن ايش بالشعر. ما كان اكو غير الشعر. فالشعر هو حقيقة يعني فاكهة المجالس. وهذا الشعر قيل في ثعلب، ثعلب منه أحمد بن يحيى ثعلب من أهل الكوفة، هو سيد أهل الكوفة، كان عالم باللغة وبالشعر وبالأدب، له عدة كتب وله عدة مؤلفات، وأيضا كان مؤدب الخلفاء وأولاد الخلفاء، اسمه أحمد بن يحيى ثعلب الكوفي. فتوفي سنة 291 للهجرة الله يرحمه. وطبعا أشهر كتبه مجالس ثعلب، كان يولي مجالس فطلاب يدونوهن واشتهر مجالس ثعلب، وعنده أيضا قواعد الشعر الله يرحمه. فلما توفي رثاه شاعر، ما يعني ما عرفوا منه. المهم حقيقة يعني بيتان من الشعر من أجمل ما قيل في الرثاء يقولون. فيقول هذا الشاعر في رثاء أبو عمر، في رثاء أحمد بن يحيى، في رثاء أحمد بن يحيى ثعلب، يقول مات أحمد أو مات يحيى، يقول مات واسمه اسمه إيش؟ اسم أحمد بن يحيى ثعلب. فيقول مات يحيى، يعني على أحمد ما لا عليا نفسها يعني الوزن يقول مات يحيى فمات الدولة الأدبي، ومات أحمد أنحى العجم والعربي. أيوة. فإن تولى أبو العباس، يلقب بأبي العباس ها، فإن تولى أبو العباس مفتقدا، يعني افتقدناه راح. يقول فإن تولى أبو العباس مفتقدا فلم يمت ذكره في الناس والكتب. بعد حي بالكتب إلى الآن الناس تدرس آراء ثعلب. في أي سنة توفي؟ 291 هجرية، يعني صار 1200 سنة تقريبا. إلى الآن ذكر ثعلب بالكتب موجود، وآراء النحوية والأدبية والبلاغية يعني تدرس وتحقق. فيقول فإن تولى أبو العباس مفتقدا، يعني راح الدار حقه، فإن تولى أبو العباس مفتقدا فلم يمت ذكره في الناس والكتب. الناس ما زالت تذكره بالكتب كذلك. فهذا يقولون هذا يعني من أجمل ما قيل في رثاء أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله. هو يعني كانت مناظرات ويا محمد بن يزيد المبري الله يرحمه، محمد بن يزيد بصري وهذا كوفي، كانوا يتناظرون الطلاب قاعدين مناظرات. يعني شعلة هي الكوفة. أي طبعاً هاي بغداد مناظرات كانت يعني تستمر إلى ساعة متأخرة من الفجر، طلاب قاعدين كذا وهم يتناظرون بيناتهم، وتستفاد ماذا تقول في كذا يقول كذا، ماذا تقول في كذا يقول كذا، وتدري الحديث العلم شيق وينسي الوقت. أبو عمار والله صحيح ينسي الوقت، صلاة الفجر هم يتناظرون ها، والناس تستفاد تدون تكتب شو المجالس تعلق هي ما ألقاه على طلابه. أقول هذا أقول أبو عبد الله أي خطيب
ما يذكر ولا شيء عن خطبه فاشله. ما يذكر شيء اي صح. الشعر كل بعض الخطباء ما عندهم شعر، لان الشعر الشعر شو يسوي؟ الشعر الحركه الموسيقيه الداخليه نفسها ويعطر يعطر. وهذا مش ما يسوون، يخطئون وما يدخلون. والله انا شفت واحد هذا سعودي وخطيب يا اخي، حتى وزن كلامه، شيل ورقه، شيل ورقه قبل ما تحفظها، شيل ورقه ابراهيم وريحنا. مره من الاجمل الله يرحمه كتبت الشعر كل الشباب داخل، كأن لم يكن بين العجول الى صفا انيس والامس فكت سابق، بلى كان منها كذا وكل غوابر. لا لا يقول لي اكو ابيات الشعر ماكو مال كان يعني مال يذكر بالاحضان وكذا. الامام الاجمل الله يرحمه لحد الان انا مناسب لديك شويه رومانسيه شويه مناسي والشباب والخطيب. الخطيب عندي حل محل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هل النبي القى الشعر في خطبه على المنبر؟ عليه الصلاه والسلام لا لا ماك. يعني واجب على الخطيب انه يبقى الشعر؟ مو واجب. هو مو واجب بس جماليه زمان زمان هناك ما يخالف. بس احنا والله كلام يعني فعلا يعني دقيق. احنا هاي سنه، هاي احنا سنه. إيه احنا ممكن نقول انه ممكن، لكن انه واجب على او مثلا مو خطيب اذا هو مالك الشعر؟ لا مو واجب. والاولى انه يقرا ايه والحديث. الشعر يبعث التاثير في المقابل. من أين أتى التأثير؟ تأثير الشعر قالوا من موسيقى الوزن والقافية، ها ويعني هذا السبك، ها لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى السحر، إن من الشعر إلى حكمة، وإن من الشعر إلى حكمة. عافية الشعر مؤثر. دكتور ذاك الوقت ماكو له، يعني الآن مسائل له من يقول الخطيب من يجي يلقى شعر مثل ما تفضل ليش تسامر؟ ليش؟ نعم. ويختصر المعنى بيتين شعر مثلا اللي هو قصده. بي عناصر التأثير والوزن والقافية والموسيقى. إبراهيم أنيس الله يرحمه مصري، أستاذ مصري، ألف كتاب اسمه موسيقى الشعر. ها يعني إيش أن الشعر له تأثير كتأثير الموسيقى بموسيقى. بعدين الخطابة، الخطابة يعني كلكم حضراتكم تعرفون. ومو كل عالم يمكن أن يكون خطيب.